نقدر نأكد بشأن تأهيل ديال الملاعب في مدينة الدار البيضاء، يعني على المستوى المركب الرياضي محمد الخامس أو على المستوى المركب ديال العربي الزولي أو بقية الملاعب، بأنه من خلال الزيارات اللي كنقوم بها أسبوعيا بجميع المتدخلين وعلى رأسنا السيد الوالي، أنه الأشغال تتقدم يعني بشكل اللي هو ملحوظ. وبالنسبة للمركب الرياضي محمد الخامس إن شاء الله الرحمن الرحيم، منتظر أن الأجل اللي تعطى هو كحد أقصى هو شهر مارس 2025، لكن أعتقد بأنه الأشغال ستنتهي قبل هذا التاريخ هذا بالنظر للوتيرة اللي كيشهدها المركب. بالنسبة للعربي الزاوي الأشغال يعني وصلت إلى مراحل متقدمة، وتنظن بأنه المركب غادي يفتح يعني غادي تنتهي به الأشغال يعني في نهاية شهر ماي إن شاء الله الرحمن الرحيم. وبالتالي إلى ما لحقش بعض المقابلات هذه السنة هذه في الوداد والرجاء، قطعا السنة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعني يكونوا فيه مقابلات. بقية الملاعب إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد استنفاذ المسطرة ديال توقيع الاتفاقية اللي ديال تأهيل الملاعب اللي غتحتضن الفعالية الموازية ديال كأس إفريقيا، يعني العملية ديال التوقيع وهذا يعني في مراحلها الأخيرة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم ستنطلق عملية ديال التأهيل في هذه الملاعب اللي سبق وتكلمنا عليها، اللي هي الملعب ديال تيتيما، الملعب ديال مولاي رشيد، الملعب ديال استاد فيليب ديال العربي بن مبارك، وكذلك الملعب ديال أبجيكو اللي غادي يعرف إنشاء واحد القاعة رياضية متعددة ديال الاختصاص، وكذلك ملعبي الرجاء والوداد وملعب الولفة وملعب ديال الصخور السوداء. وبالتالي يعني أنفي بأنه هذه الأخبار الرائجة ديال حول تعثر الأشغال أو لا يعني التأخر ديالها، من خلال الملحوظ من خلال الزيارات اللي كنقوموا بها والاجتماعات التقنية اللي كنعقدوها مع الشركات المكلفة، وأساسا مع الشركات المكلفة بتدبير الأمور يعني ماشية بواحد الشكل كبير. مركب ديال الرياضي محمد الخامس غتبدا تبان المعالم ديال الإصلاحات اللي مقررة، لأنه في المرحلة السابقة كانت عملية ديال الهدم، كانت واحد العملية ديال مجموعة ديال العمليات اللي هي ما ظهرش العيان، لكن الحمد لله دابا غتبدا الاشغال الخارجيه، غتبدا واحد العدد ديال المسائل، وكيف ما قلت بانه العربي الزاولي الاشغال فيه يعني وصلت للمراحل الاخيره ديالو.